طب ينفع نعمل ليزك يا دكتور ونشيل النضاره خالص؟ لا، في الاطفال ما نقدرش نعمل كده. في بعض الدكاتره للاسف بتعمل كده، بس ده مش صح خالص. ليه؟ لان احنا الليزك هو جراحه، اي حاجه بنعملها جراحه لازم تتطلب ان يكون اللي انا بشتغل عليه ده ثابت. احنا المشكله في الطفله ده هي، او في اي طفل لابس النضاره، ان كل سنه حجم العين بيتغير، وطالما في تغيير في حجم العين رقم النضاره بيتغير. عشان كده الاهل دايما يسالوني المقاس اتغير ليه، المقاس بقى اوحش ولا احسن؟ هو المقاس بيتغير زي اي حاجه على الجسم، زي البنطلون، زي الشوز، زي السكتشر، اي حاجه بتتغير على الجسم مع نمو الجسم. بما فيها مقاس النضاره، العين بيتغير حجمها، الرقم اللي احنا بدينا نقولها ده هيتغير حسب ما من عند ربنا سبحانه وتعالى. العين بتتغير حجمها، الرقم اتغير، وهكذا. الاحتمالات دي وارده لغايه 20، مش شرط انها تحصل، بس وارده لغايه ال 20 او 19 سنه. عشان كده عمل الليزك في الطفل مش مشكله، ده هو جهاز وهيعمل، مفيش اي حاجه تمنع. بس لو جينا نعمل ليزك دلوقتي هنصلح الرقم اللي موجود في النضاره، لو في النضاره دي كان زائد 6، مش مهم تفاصيل الرقم، بس هنصلح الرقم ده. هذا الرقم ممكن يتغير السنه الجايه. طب انا بصلح هذا الرقم السنه دي وحصل تغيير في هذا الرقم السنه الجايه، يبقى انا الليزك اللي انا عملته السنه دي هيبقى بايظ السنه الجايه، لان الرقم اتغير، حجم العين اتغير. عشان نقربها للناس، زي كنت جايب بنطلون وبلبسه لها على طولها ده وفرحان بيه، ومستني السنه الجايه يبقى هو نفس البنطلون، بس هي جت طولت، فالبنطلون هيبقى قصير، فاللي انا عملته السنه دي مش ماشي معاها السنه الجايه، لان حصل نمو. ممكن يحصل نمو وممكن ما يحصلش اكيد، بس لو حصل هيبقى في مشكله. طب لو عندي 18 19 سنه وانا بلبسها بنطلون، بيبقى في احتمال ضعيف جدا انها تطول عن كده، وانا عارف ان البنطلون ده ممكن يقعد معاها 20 سنه، مش هتقصر، البنطلون مش هيقصر. نفس الحكايه بالنسبه للليزك، لو انا بعمل ليزك عند ال 20 سنه، حجم العين احتمال ان العين تنمو تاني وتتغير بيبقى ضعيف جدا جدا او مش موجود، وبالتالي اللي انا بعمله هيقعد معايا بقيه عمره. فعشان كده كل بتوع الليزك او دكاتره الليزك على مستوى العالم اتفقوا على ان السن المثالي لعمل الليزك اللي هو بيتراوح من 18 ل 20 سنه، لان في هذا السن خلاص ما عادش فيه احتماليه لنمو الجسم كله بما فيها العين، وبالتالي هصلح اللي موجود وانا مطمن ان مش حاجه السنه الجايه ولا الدنيا باظت مني. فما ينفعش نعمل ليزك هنا، لا، هي النضاره. بس ممكن زي ما قلنا قبل كده نعمل عدسه عند ال 13 سنه لو الاهل منزعجين من النضاره. دي البدائل اللي موجوده، مش كل حاجه احنا في ايدينا نختارها، يعني لازم نبقى عارفين كده. احنا مش بنفصل الطب على مزاجنا، احنا بنفصل الطب على المريض اللي قدامنا وعلى احتياجاته هو، وبالتالي احنا ناخد قراراتنا من هذا المنطلق. لكن ما ينفعش اقول والله طب بلاش النضاره نعمل عمليه، ما ينفعش. بلاش النضاره ونعمل ليزر، ما ينفعش. احنا الطب اشتغل واتعملت ابحاث واتعملت دراسات وكل حاجه لها اسبابها العلميه، وبناء على الحاله انت بتاخد القرار، مش مجرد ان انت بتضيع وقت او بتالف او بتحط دي مكان دي. لا، الاختيارات هنا مش بالبساطه دي، خصوصا في الاطفال الاختيارات لازم تكون محسوبه بدقه، لان دي هينتج عنها بقيه حياته كله، هو لسه في مقتبل العمر، فاي قرار غلط هتاخده هياثر عليه بقيه حياته كلها. ويا ما شفنا اطفال عملوا عمليات ما كانش المفروض يعملوها، عملوا ليزك ما كانش المفروض يعملوه، عملوا مقاسات نضاره ما كانتش مظبوطه، ومتاثرين بقيه حياتهم خلاص، عينهم بتضرب يمين وشمال، القرنيه بتاعتهم باظت من الليزك، عملوا حول انهم طلعوا ونازله ما كانش المفروض يعملوا عمليات، وهكذا بقيه حياته كلها. وبيبقى التصحيح صعب جدا جدا جدا، ويا دوبك بنعرف نلصم، لكن ما بنقدرش نرجع تاني زي لو هو طفل، لو كنا عملنا وكانت الدنيا مشيت كويس.